مع حزمي بوشيبة على كابا فام. رجعنا لكم من جديد، اهلا وسهلا. ماضي ساعه و18 دقيقه، مرحبا بكم من جديد في نولي فام. احنا معكم من توا حتى الماضي ثلاثه. حراير تونس تو سويت. حراير تونس، باش نطرحوا سؤال باش نبسطوا لكم المعلومه. ما هو دور الخدمه الاجتماعيه في المجتمع وفي التنميه ككل؟ جاوبنا على التساؤلات هذه واكثر. سيدتي الكريمه التي فتجول مستشاره خدمه اجتماعيه مختصه في علم الاجتماع وعلوم الجريمه والوقايه من الانحراف قسم علم النفس، اهلا وسهلا مدام. اهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين كفافي. مرحبا، عايشك، شكرا ليك، ربي يخليك مدام لطيفه. اليوم باش طرحت سؤال انا باش نبسطوا به للمستمعين، شنو هو دور الخدمه الاجتماعيه في المجتمع ككل في التنميه؟ اولا محلا نحب نشكرك على اهتمامك بالعلوم يعني والاختصاصات العلميه الدقيقه في يعني انتاج مجتمع يكون فيه عناصر الرفاه بأتم معنى الكلمة. الحقيقة الخدمة الاجتماعية هي فرع من فروع العلوم الاجتماعية بصفة عامة، لكن هي في الأساس تهتم بتقديم الخدمات، تقديم الخدمات المباشرة. يعني ثم عدة علوم تتكامل وتتواصل في بعضها باش تحدث التغيير، من بينها الخدمة الاجتماعية اللي احنا متعارف عليها ربما في المجتمع التونسي نتاعنا بخدمة المرشدة الاجتماعية او خدمات عديد التطورات هي في الاختصاص هذايا من ناحية يعني الملمح نتاع المهنيين اللي يشتغلوا فيه، من ناحية الأدوار والأهداف تحولت برشا في تونس وقاعدة تتغير ديما الأحسن. الخدمة الاجتماعية بدأت في تونس يعني مش كان في تونس، في العالم العربي كله والمجتمعات مختلفة أنها تبدأ من الأول في شكلك العمل التطوعي اللي احنا نتخيل الناس كل ينجم يقدموه، لأنه يتحول المسألة مسألة علمية تولي مؤسسة ودقيقة. فمنذ الاستقلال يعني في فترة بناء الدولة كان العلم هذايا والتخصص هذايا العلم اللي تم إحداثه فيما بعد بدأ على هاك الجانب التطوعي والجمعياتي والكل حتى لين تم إنشاء يعني مدرسة عليا خاصة بهالتخصص هذي اللي بتخرجوا منه كما قلوا احنا في مستوى علمي متقدم. الخدمة الاجتماعية هي تهدف بالأساس إلى تقديم كافة المساعدات والخدمات للفئات المختلفة بما فيهم الفئات اللي فيهم في وضعيات هشاشة أو النجم نقوله نحن الفئات اللي عندها حقوق وعندها أكيد عديد يعني المشاكل والصعوبات حتى تتحصل على حقوق ذاتها نتاعها. فإنه الخدمة الاجتماعية تجي كحلقة وصل بين ما توفره الدولة من برامج وسياسات عمومية وخدمات وأنشطة وكذا ومساعدات مالية وعينية وغيره، وما بين الفئات اللي يسمى الآن بمستحقها. يعني خلينا نقولوا الشكل التطبيقي هم اللي يدخلوا بعمق أكثر في المجتمع، هم اللي يعرفوا الفئات الكل في المجتمع ويكونوا همزة وصل. الاتصال المباشر مع الفئات، أما أنه اللي يعرفوا المجتمع هما الحقيقة مختلفين يعني برشا اختصاصات تعرف المجتمع لكن كل واحد من الجانب نتاعه، الجانب الأشمل اللي يكون يعني يشمل مختلف الجوانب نتاع المجتمع هما المختصين في علم الاجتماع في تحليل الظواهر في نقدها ونقد السياسات الاجتماعية بيدها. أو الفرق مثلا ما بين العلم الاجتماعي والخدمة الاجتماعية أنه هو كعلم علم اجتماعي ينقد حتى طريقة تقديم الخدمات أو السياسات المقدمة، هل هي ناجعة، هل هي ملائمة للفئة هذيك أم غير ملائمة، في هدف أنه يحدث التغيير طبعا. يعني علم يحدث التغيير للأحسن وعلم يقدم الخدمات لتغيير وضعية الفئات الاجتماعية المباشرة على الأرض الواقع. وباعتبار أنه زاد أيضا هو علم اجتماعي انطلق من الواقع وانطلق من المسار المعيش اليومي للمجتمع، فإنه هالاختصاصات هذوما الزوز متكاملين بطريقة يعني يومية وحثيثة في كل المجالات وفي كل الاختصاصات. عجبتني كلمة متكاملين، الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع متكاملين باش يقدموا لنا الصورة اللي لازمها تكون مطلوبة. أكيد العلم الاجتماعي في الجانب نتاعو الاستراتيجي يفكك الاستراتيجيات يفكك يهتم بكل المجالات، يعني علم اجتماعي طبعا، علم اجتماع سياسي، علم اجتماع الاقتصادي، علم النفس الاجتماعي، علم نفس الجريمه، علم اجتماع علم النفس بيدو، علم اجتماع علم الخدمه الاجتماعيه يعني منفتح اكثر، لكن الخدمه الاجتماعيه تبقى في مجال التنفيذي ومد المواطنين بالخدمات
يعني كما احنا المتعارف عليه في برامج مثلا برامج الامان الاجتماعي، المساعدات الماديه اللي تتقدم في المناسبات في وضعيات معينه مثلا كما نقولوا احنا متعلقه بالكوارث الطبيعيه والا احتياجات الاسر، فانها تكون الخدمه الاجتماعيه هي اللي تقدم الخدمات هذه مش الاجتماعي. فوالا باهي سيدتي الكريمة، كان في حصة سابقة ضيفتنا طرحت موضوع مهم للغاية اللي هو تدريس علم الاجتماع في المعاهد الثانوية، شنو رأيك أنت في الموضوع هذا كباحثة في علم الاجتماع؟ شوفوا قبل ما نحكي على تدريس علم الاجتماع في المعاهد الثانوية لابد أن نفهموا دور علم الاجتماع اليوم في المدرسة نتاعها في الحياة الاجتماعية كلها في تونس ككل، ما هو الدور الذي يقدمه هذا التخصص. وبعد ربما نتحدث على معناتها الأدوار نتاعه الممكنة، وبالتالي احنا هو كعلم الاجتماع لابد أن يكون فيه يعني تحصيل معرفي معين. لا يتكافئ هذا التحصيل المعرفي مع الخدمة الاجتماعية مثلا ولا مع علوم أخرى، يعني يطلب درجة معينة من وعي بنظريات ووعي ببرامج واستراتيجية تفكيك البرامج بيدها والنقد والآليات. فهل أنه أحنا اليوم نتحدث على فئة شبابية، فئة من التلاميذ اللي هي في الفئة العمرية متاع احنا قلنا المعاهد يعني أقل من بين 16 و18 سنة أو 15 و18 سنة، هل عندها القدرة الكافية لاستيعاب هذه النظريات وهذه الاستراتيجيات وهذه القدرة؟ هذا يبقى موضوع يعني طويل جدا. ديجا احنا كي نحكي اليوم على تدريس الفلسفة في المعاهد ما زلنا ما وصلناش الحل يعني في سنوات متقدمة، يعني أقل من سنوات البكالوريا وغيره، ما زلنا ما وصلناش الحل في الموضوع هذا، فما بالك بعلم الاجتماع. يعني أمر الحقيقة أمر موضوع دقيق جدا، لكن 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 لابد من تدريس أهمية العلوم في المجتمع، يعني ندرسهم نعطيهم فكرة على ما هو علم الاجتماع وما هي فائدة علم الاجتماع. قبل احنا قبل سنوات 2000 كانوا يتوجهوا لعلم الاجتماع يمكن يتوجهوا بوجه الصدفة او بمحض المعدل العام في البكالوريا، يعني اغلبهم ما يعرفوش التخصص هذا اهميته وما هو معناتها ذاتيته بارابول للعلوم الاخرى. فوالا ما يعرف ويعرف قيمته ويعرف شو معناها علم الاجتماع كان يوصل للجامعة. صحيح، بعد التوجيه هذا هو اللي يصير، يعني تصدم يلقى روحه قدام علم وقتها يبدا يكتشف فيه بشوي بشوي. احنا نقولوا بالعكس، يعني ربما من حتى الاعداديات والمرحله نتاع الفتره الاعداديه ان يكون فيها يعني تدريس لماده خاصه حتى انه الصغار يتفتحوا في تفكيرهم على المهن المستقبليه او التخصصات العلميه المستقبليه الموجوده حاليا اللي باش تتطور يعني في اشكال جديده، بانه يعرف شنو معناتها الدراسات القانونيه، يكون عنده فكره. مهم جدا ان يعرف علم النفس، مهم جدا ان يعرف الطب النفسي، اليوم ما نعرفوش نفرق ما بين علم النفس والطب النفسي. صحيح. يعرف التاريخ اللي هو اشرف معناتها علم مهم جدا، يعرف العلوم الشرعيه، يعني عديد العلوم اذا يكون عنده فكره عليهم، التلميذ سواء في المرحله الاعداديه ولا الثانويه يعني يكون ملم. اما انه التدريس علم الاجتماع في المعاهد الثانويه هو باعتباره يكون حل البطالة المختصين في علم الاجتماع، فهذا يعني موجود وموجود سابقا، يعني خذوه الاختصاص علم الاجتماع لكنهم اليوم هم المكرسين أغلبهم اللي درسوا في مادة التربية المدنية. يعني تم تحويل الاتجاه لتربية مدنية. وهنا زاد عنا خلط ما بين الاختصاصات في الملمح متاع اللي يقدم المادة متاع التربية المدنية، هل هن بضرورة يكون مختص في الاجتماع او العلوم القانونيه او العربيه او غيره، يعني مشاكل الحقيقه في المستوى الشعب في المستوى الجامعي. بقينا احنا اللي نقولوا اليوم المهم ياسر دور علم الاجتماع في نقد السياسات العموميه خاصه، مش نقدهم النقد السلبي لكن نقدهم النقد البناء اللي يهز للتطوير ولاحداث التغيير وملائمه هالبرامج اللي تم اعتمادها في الميزانيات في المهام الموكولة لمختلف المؤسسات والوزارات، أنه لأن الخدمات الاجتماعية اللي تتقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية ولا الصحة ولا التربية ملائمة لصورة المجتمع اللي نحبوا نوصلوا ولا لا. دونك هذا دور علم الاجتماع، شنو يعطي شنو يعمل شنو ينجم يقدم لنا بتبع بدراسات وبمناهج تحليلية ووصفية ونقدية وتقييمية وغيره حتى يوصل أنه يقدم هاو الأهمية نتاعو، هو يقدم الحلول البديلة ويطرح سيناريوهات نتاع حلول، هو ما عندوش قرار لكن يطرح سيناريوهات الحلول.
واضح. هذا هي أهمية العلم هذا كعلم اجتماع. أيه. الحلول واقتراحها من منطلق المعيش اليومي، يكون هو معيش فردي أو معيش مجموعة أو معيش مجتمع كامل في مختلف الجوانب نتاعو، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية وغيره. واضح. شكرا لك على التوضيح، شكرا لك على التواصل، مشكورة جدا مدام لطيفة تجوري مستشارة خدمة اجتماعية. شكرا. شكرا لك. يعطيها الصحة مدام لطيفة التجولي مستشارة خدمة اجتماعية مختصة في علم الاجتماع وعلوم الجريمة. حراير تونس. دقيقة فقط تفصلكم على موجز بأهم الأخبار.